من اللي شغالين معاك يخلص العملية دي، يخلصها لك بره قبل ما ينزلها. ما هو شغال قلت له مرة واثنين وثلاثة، وامبارح قلت له مرة واثنين وثلاثة. طيب هو مسمار واحد كان بيستسهل. يا باشمهندس علي ابتسم، تنزل في صفحة الحوادث بتاعته بالسبت. قلت له اكل من شهر الاحمر يا صلاح. بس حاسب هو قاعد في النقرة، اوعى تحدفها على دماغه. لا لا مش هرمي انا، اوعى تحدفها على دماغه. لا على فرق ما بيحدف على دماغك. لا يا ابو احمد. ايوه هتروح دلوقتي يعني؟ هات المنشار الاحمر يجيب لك المنشار الاحمر تخلص. هات المنشار الاحمر. هات خليه ماشي. خليه هو ده المهندس المسؤول عن باب السباحه مسؤوم. احمد انا مبسوط ان احنا حطينا ايدينا على الخطوات الصحيحه. ابتسم يا علي بعد 9 ايام جاي تقول لي الكلمتين، حطينا ايدينا على الخطوات الصحيحه. بص بتصور هنا وبعدين للصبح انت هتقرا بقى انت. اصل احمد قال علي لما غلب بيعمل لك علامه النصر، احنا انتصر في الاخر. ثانيه واحده، اللي في النص هو اللي بيصور؟ اللي في النص بتدوس وبعدين هتلاقي فيه ستوب بعد كده بيطلع. طيب خلاص ماشي خلاص. فتدوس على الزرار اللي ناحيه الستوب. طيب تعملش زي احمد مره عملها لي كده بوظ لك الموبايل وبقى شو شو بقى يا اللي رايح كتر من الملايح. ما بعرفش انت هرش ملحيت لك يومين ليه؟ بلاستيكي 1 بامب روم 5 مرات. ابو احمد كده خش الفلاتس. المنسوب اللي احنا فيه ده منسوب المفروض البول بعد كده، منسوب الجنينه. خد لقطه كده الناحيه الثانيه بالراحه كده. كمل لغايه الفرس. شغال. شغال. لا شغال ايه؟ رايبه الكهرباء. والنهار بقى يقول السيف. حاسب راسك. راسك والسيف. يا احمد.